السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي ان بخير وبصحه وسلامه بنرجع فيديو جديد وسعه علم اللغه اليوم حنحكي على الارقام من اهم مواضيع باللغه الاذريه طبعا لازم تقروا الارقام الارقام تاخذ معكم شويه وقت لازم تعيدوا هالفيديو مره ومرتين وثلاثه كرروا الارقام بينكم وبين حالكم لحد ما تحفظوهم من سهلين هلا لحالكم الطريقه سهلين بس يوم ما تمرن عليهم بتضيع يعني هن سهلين بس نفس الوقت بدهم براكتس فالسهل ممتنع بس انه عيد الفيديو مرتين وثلاثه واربعه كرر الارقام بينكم وبين حالك على ورقه ارقام عشوائيه راندوم اكتب انت حاول بالاذري بعد ما تخلص الدرس عشان يلاقوه بمخك فبل ما نطول خلينا نبلش عنا اول شيء حنحكي من واحد للعشرة عنا واحد هو بير 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 اثنين هي اكي 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 طبعا اكي هي الرسمية باللغة الرسمية بس 90% حتسمع اتشي اتشي هي حتصير شين بس هي اللغة الرسمية اكي انت بتعرف التنتين امورك ماشي زي العسل عنا رقم ثلاثة هو اوتش 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 عنا الرقم أربعة اللي هو دورت دورت دور عندنا خمسة بش 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 ستة ألت ألت سبعة يدي 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 عندنا ثمانية، سكيز 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 عندنا التسعة دوكوز 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 عندنا أخيرا عشرة اللي هي أون أون اون هلا مشان الارقام من 11 ل 20 شوفوا السهاله العربي شو 11 12 عشر عشر. فانت بتجيب ال10 وبتضيف عليها اون بير اون 10 واحد هو بير اون بير 11 اون ايكي او اون ايتشي 12 اون اوتش اون دورت اون بيش بهالسهاله مثل ما كنتم شايفين لحد ما توصل لحديت ال20 ال20 شو اسمه يرمي 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 فيرمي بير يرمي إيكي يرمي أوتش يرمي دورت وهي هي القصة يعني شايفين سهلين بتحفظ بس الأرقام من واحد لعشرة ولا راح أحفظكم بقى الأرقام من 30 40 50 60 70 80 أضيف عليهم حط أضيف فعندنا 30 أوتوز 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 40 كرخ 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 عندنا ال 50 ال 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 هلا بصير شغلة سهلة عندك 6 هي 6 تمام 60 اطمش اطمش سهله ما في يمكن كلهم 15 كلمه تحفظهم وعدل عليهم عندك ال 70 هديك سبعه كانت يدي ال 70 يدمش يدمش يد عندنا ال 8 سكيز فال 80 سكسان 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 شايفين السهاله ما احلاها شايفين الوضع ما احلاه شغلته سهله سهل. بس انه في ملاحظه بسيطه ال 80 سكسان بس حتسمعوا كثير من العالم هاشتاج وهذا الرقم الحديث يعني تقول عالم بتحب تغيره فممكن تسمع هاشتاج ساكيز هو 88 عندنا التسعة دوكوز 90 هو دوكسان 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 وعندنا المية يوز 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 انت هلا مفروض بتعرف ارقام من واحد لمية بس شو بمخك بس بتجي تقعد تحكي ما حتعرف تحكيهم فورقه وقلم اكتب ارقام عشوائيه هيك يعني عبي ورقه عبيها 50 رقم من مخك عشوائي جيب ارقام تليفونات وحطها وحاول تكتبها انت بعدين جنب من او اقل تتلفظها اذا ما بدك تكتب هلا الميات بقى 100 200 300 كيف حتحكي اياهم بتضيف الرقم قبل منهم هلا مثلا كنا نحكي عن عشرات كنا نقول مثلا اون بير اللي هو 11 او 11 بس انت عندك يوم تحكي بالمئات بتقول بير يوز اكيوز وتشوز بتحط الرقم قبل اليوز فاكيوز 200 وتشوز 300 دور تيوز 400 وهكذا بدك تقول 450 فدور تيوز خلصنا 400 اللي هي ال 50 450 461 دور تيوز اطمش بير بهالبساطه مثل ما انتم شايفين شغله سهله وبسيطه بس ترتيب كلمات يعني ترتيب كلمات جنب بعض. طب هلا الالف الالف هي مين 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 ف مين اكي مين اوتش مين دور مين وهكذا رقم طويل كنت اقوله انا اقول 1762 مين يدي يوز اطمش اكي في رقم نحكي له هو صفر هو صفر نفس الشيء صفر بس وقت يعطوا ارقام التليفون ما بيسموه صفر بيسموه نول ها بيسموه نول ف رقم التليفون كان وقت بين بعضهم بيتناقلوا 100 رقمين رقمين ليش انه رقم التليفون هي بتكون مثلا صفر 50 0 55 ثلاث ارقام اربع ارقام فغالبا حتسمع انت نور ال 0 50 بعدين مثلا الت يوز او الت يوز الت مش بير الت يوز الت مش هيك حق شكلي حقول رقم التليفون يعني على كل ما علينا أه فبتسمع بقى نور ال او نور ال بيش انه هون ارقام يا 0 50 يا 0 55 يا نور يدمش لانه يعني كمان 070 70 في يعني نور اللي نول اللي بيش نول يدميش بعدين بيعطيك رقم بالمئات بيشوز اللي بير بيشوز اللي اكي بيشوز كرك بير هيعطيك اول قصه بعدين بيعطيك اياهم اخر اربع ارقام على فئات مثلا يعني رقمين رقمين مثلا هاشتاج سكيز يعني بير هي بدك تعود عليها وتعمل عليها براكتس صراحه انت يوم كنت عم تحكي مع واحد بيجي بيقول لك دور تيوز وبيحكي شغله فانت مخك بوقف لتكتب تكتب الاربعه لحاله بعدين تكتب جنب منها 100 فاربع ارقام هو هو اصلا حد الان ما لك رقم واحد اللي هو 400 انت بتروح كاتب اربعه وجنب منها 100 بتضيع فيعني شوية براكتس بس على هدول هلا بما انه خلصنا الارقام بدي احكي على الارقام الترتيبية ترتيب الارقام يعني انه الاول الثاني الثالث الرابع مو واحد 2 3 اربعة فهي اضافة واحدة بتضيفها لكل الارقام خلصت امورك هي اضافة الجي فبير هو واحد بيرنجي هو الاول ايكي هو هو اثنين إكنجي هو الثاني اوتش هو ثلاثة أوتشونجي هو الرابع وضيف على كل الارقام يعني سهلة اسهل منها ما في